مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة الحوار الوطني الشامل، وجوه الاختلاف ومصير المخرجات، الاختراعات الطلابية، لوحة مشرقة في سماء اليمن، ليت آهاتي تهدئ آه في صدرك تئن، الشاعر عباس الزامكي، الحس المرهف والقلب المحب لتراب الوطن. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. منحت جامعة عدن درعها التذكاري لأسرة الفقيد الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، وفاء منها لهذه الشخصية الأدبية والفنية. جاء ذلك خلال حفل تأبيني نظمته الجامعة للفنان الراحل بالفقيه، الذي يعد علما بارزا من أعلام الفن اليمني ومدرسة متنوعة العطاءات الفنية على مستوى اليمن والجزيرة والخليج. تسلمت عدد من المراكز الصحية في مدينة عدن معدات وتجهيزات طبية ضمن أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، وتنوعت المعدات بين خفيفة تتعلق بالإسعافات الأولية والطوارئ، وأخرى متوسطة للمختبرات والعمليات الصغرى. حوار توافق على مخرجاته جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية اليمنية، لكنه اليوم بات نقطة الخلاف والاختلاف. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني إلى أين؟ بإعلان وثيقة الحوار الوطني في 25 من يناير عام 2004، كانت اليمن على أعتاب مرحلة جديدة ومشروع وطني جامع، لكن التحديات كانت أكبر من الآمال، والمآلات جاءت بعكس التوقعات. تعرقلت دخلت هناك أمور في أطراف كانت لا يهمها هذا المخرجات، وكانت هي المعطلة من الأساس. من أول يوم عقدت فيه مؤتمر الحوار الوطني، وهي كانت لها آراء مختلفة وأجندة مختلفة، وحرفت هذا المسار. وطبعاً كانت هناك مراكز قوى كبيرة، وكمان نقدر نقول وللأسف الشديد تدخل بعض الدول الجوار، وأقولها كذا الجوار، لمخرجات الحوار، ومما أدى إلى فشلها فشلاً ذريع، وأسهمت هي نتيجة تعطل الحوار الوطني، وصلنا لهذا الحال اللي نحن عليه. مسودة دستور اليمن الجديد لم يكتب لها النجاح، ومشروع الدولة والحرية والعدالة والمساواة الذي حلم به اليمنيون لم يرى النور بفعل الانقلاب المشؤوم الذي أدخل البلد في حرب طاحنة دمرت كل مقومات الحياة وألغت لغة الحوار. البلاد الآن ما حدش يأمن على أي شيء، يعني لا في وظائف، لا في حاجة، لا في اقتصاد عندنا ماشي لأي معنى، يعني الأسعار كلها ارتفعت. إحنا أمام خيارين، يا أما مخرجات الحوار أما الدمار، وصلنا للدمار، والآن لازم أن نستفيد مما حصل لنا اليوم من نحن من شتات ودمار وخراب للبلاد، علينا أن نرجع، والفرصة قادمة وسانحة جدا. ظلت مخرجات الحوار الوطني مجرد نصوص لم تجد طريقها نحو التنفيذ، واستحدثت لأجلها وزارة جديدة في الحكومة، إلا أنه مع كل الجهود المبذولة ظلت هناك عوائق جعلت من وثيقة الحوار الوطني نقطة خلاف لا تلتقي عندها الأطراف. نحن كشباب كنا متفائلين بمخرجات الحوار، لكن للأسف لم نجد لها أي تطبيق على أرض الواقع، ولكن نتمنى أن تحقق الأفضل. كنا نأمل الأمل الكبير بهذا الحوار، أن يعالج قضيتنا الجنوبية، أن يعالج كل الأمور وكل مشاكلنا، ولكن لم نجد نتائج مرضية من الحوار الوطني. نحن نتمنى يعني أن الأطراف يعني تتفق مع الجميع، يعني علشان تغير وضع البلاد، يعني واقتصاد البلاد تسوي الأحسن. اليوم نحن ما أحوجنا إلى مخرجات الحوار الوطني، إذا صدقت النوايا وطبقت أهداف ومخرجات الحوار على الواقع، سوف تكون هي سفينة الإنقاذ لهذا الشعب الغريق في الخلافات والتباينات العديدة من قبل السلطة والأحزاب.
حرب الإنقلابيون أفرزت واقعا مغايرا عن الواقع الذي تمخضت عنه مخرجات الحوار الوطني، ومعه تغيرت موازين القوى وخارطة التحالفات، وبرزت دعوات مناهضة للدولة ورافضة للمخرجات، وهو ما يبقي الأزمة قائمة والصراع محتدم والمستقبل مجهول. معالي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الأستاذ ياسر الرعيني، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذ ياسر، لو تعلموننا، يعني أنتم كوزارة مستحدثة جديدة عهدها من عهد الحوار الوطني، ما هي المهام التي تقوم بها وزارتكم؟ بداية شكرا جزيلا، أعتقد هي مناسبة وطنية نتحدث اليوم في الذكرى الرابعة لاتفاق اليمن الاتحادي الجديد، إعلان وثيقة الحوار الوطني، الوثيقة الوطنية التي توافق عليها اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، وهي كمعجزة يعني حققها اليمنيون في العصر الحديث بالتوافق على معالجات الماضي ووضع الأسس لبناء المستقبل الجديد، اتفاق على الدولة الاتحادية لتحقق العدالة والمواطنة والكفاءة والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة. أعتقد الكل يعني انطلاقا من ثورة الشباب الشعبية السلمية 2011 وقبلها نضالات الحراك الجنوبي السلمي والنضالات الوطنية على مختلف محطات التاريخ اليمن التاريخ اليمني الحديث، هي أنتجت بشكل عام يعني هذه المخرجات، نعم، اتفاقية اليمن الجديد يعني. ومخرجات مخرجات الحوار الوطني اليوم تمثل تطلعات الشعب اليمني على مختلف تلك المحطات. مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية، الكل يعرف أنه أتت المبادرة الخليجية لاستكمال مسيرة التغيير وتحقيق التغيير، وانتخب بناء على ذلك فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي رئيسا للجمهورية. بدأت المرحلة الانتقالية، وكان أهم من أهم ما في المرحلة ما تضمنته المرحلة الانتقالية والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إقامة مؤتمر حوار وطني شامل شاركت فيه كل القوى السياسية والفعاليات السياسية بدون استثناء. كانت فيه مشاركة مجتمعية لمختلف فئات المجتمع، نزلت كمال كل شهر أثناء مؤتمر الحوار الوطني مدة 10 أشهر، كان هنالك نزول ميداني لمختلف المحافظات، الجلوس مع الناس والاستماع لآرائهم حول القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني. خرجت على مدار 10 أشهر خرج أعضاء مؤتمر الحوار واليمنيون بتلك الوثيقة، وثيقة الحوار الوطني الشامل التي تضمنت معالجة الماضي ورسم ووضع الأسس لبناء المستقبل. بناء عليها تم تشكيل لجنة صياغة الدستور لتعمل على تحويل النصوص المتعلقة بالنصوص الدستورية في مخرجات الحوار الوطني إلى صياغ وقوالب دستورية. عملت اللجنة على صياغة مسودة الدستور الأولى، سلمتها لفخامة رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية. أتى انقلاب الحوثي، أتى الانقلاب المشؤوم لمحاولة إعاقة استكمال مسار التغيير. أستاذ ياسر، قبل الانقلاب أو قبل الانقلاب، هل كان اليمن تسير في خطوات جادة نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ وأنتم كوزارة يعني تهتم بشؤون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هل رأيتم بأنه ثمت أي مخرجات أو أي مخرج من مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذه فعلا على أرض الواقع؟ هو أنا كنت سأصل في سؤالك الأول على الإجابة حول المهام الأولى لوزارة مخرجات الحوار الوطني. جاءت نتيجة للانقلاب. هو نتيجة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني بدأ التفكير بإنشاء وزارة في إطار الحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني ليس المعني به وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولا الطاقم الذي لديه، وإنما المعني به اليوم كل مواطن يمني، معني به كل مؤسسة الدولة بدون استثناء. لكن عملية المتابعة، تقديم الدعم الفني والاستشاري في مسألة عملية التنفيذ، هنالك جهة تسهل هذه المهمة التي هي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. نعم. لدينا مهام واسعة في هذا الجانب فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والاستشاري لمؤسسات الدولة، للمجتمع، التوعية، كثير من القضايا نقوم بها في هذا الإطار فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لكن ما يتعلق بما تم تنفيذه من مخرجات الحوار هو حتى يكون الناس على اطلاع وعلى معرفة بهذا الموضوع، نتكلم عنه دائما. مخرجات الحوار الوطني فيها
موجهات دستورية، موجهات قانونية، توصيات وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ما يتعلق بالموجهات الدستورية هي تحول إلى دستور يعني، وهذا مضمن في مسودة الدستور. لكن ما يتعلق مسألة الموجهات أيضا القانونية هي لها علاقة بما بعد الدستور. نحن نتحدث اليوم عن مرحلة انتقالية، أتى الانقلاب وحاول إعاقتها، اليوم يتم استعادة الدولة، إنهاء هذا الانقلاب، استئناف العملية السياسية واستكمال مسار التغيير وإقرار الدستور والاستفتاء عليه، بدء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد، واستكمال المسار بشكل حتى يعني بناء الدولة الاتحادية بكامل ما تضمنه مخرجات الحوار الوطني الشامل. لكن ما يتعلق بالتوصيات وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، توعية المجتمع بهذه القضايا، حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هذه مهمة في هذه المرحلة نعمل عليها. منذ تولي العمل أنا وتكليفي من قبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس عبد الرب منصور هادي، عملت على تقييم ما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة السابقة، لجنة صياغة الدستور، إعداد مسودة الدستور، الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عملية التوعية بمخرجات الحوار، التوصيات التي صدرت من قبل الحكومة بما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثم وضعنا مجموعة من الأولويات لهذه المرحلة للعمل عليها ووافق عليها. كيف وجدتم هذا التقييم؟ نعم، هو التقييم لدينا النقاط 20 و11 كان له تقييم مستقل، والآن عدنا تفعيل اللجنة الأراء المبعدين المسرحين ووظائفهم لكي نستمر في ممارسة عملية، وهي من إحدى النقاط 20 و11 ولجنة الأراضي، وكذلك حتى ما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. هنالك هذه كلها قضايا لها علاقة بما يتعلق بمسألة العدالة الانتقالية ومسألة المظالم في الفترة الماضية وتنفيذ النقاط 20 و11. هنالك توصيات أيضا فيما يتعلق بأداء الحكومة، اتخذ مجلس الوزراء خلال العام الماضي 5 قرارات فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قرار باستيعاب توصيات مخرجات الحوار الوطني في خطط وبرامج الحكومة، قرار أن تضمن الأولويات الآن وبناء على توجيه فخامة رئيس الجمهورية أن أولويات عمل الحكومة العام 2018 تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وهذا أيضا استوعب في إطار قرار الحكومة، والآن خطط الوزارات بناء على هذا أيضا أن تستوعب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التوعية، إشراك مؤسسات الدولة في عملية التوعية بمخرجات الحوار الوطني، أن تتضمن مطبوعاتها سواء كانت فواتير، مطبوعات توعوية، مطبوعات إرشادية، مطبوعات لها علاقة بمستقبلية الخدمة من هذه المؤسسات أو ذوي المصلحة معها، هذه المطبوعات مهم أن تتضمن الآن شعار مخرجات الحوار الوطني اللي هو الشعار المرسوم والشعار المكتوب، مخرجات الحوار الوطني يمن اتحادي جديد، نصوص من مخرجات الحوار الوطني، أيضا ما يتعلق بأدلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء بإعداد أدلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على مستوى المؤسسات بشكل كامل، ما يتعلق بإعادة مراعاة استيعاب مبادئ ما يتعلق بمبادئ بناء الجيش والأمن التي نص عليها مخرجات الحوار الوطني في إعادة بناء المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. الكثير من القضايا نحن نعمل عليها خلال المرحلة الماضية وكذلك للمرحلة القادمة. أستاذ ياسر، الإنقلابيون عندما خرجوا يعني ضد الشرعية كانت تحت مزاعم بأن هناك نقاط خلاف بمخرجات الحوار الوطني، ما مدى حقيقة هذه المزاعم في رأيكم؟ هو هذه أعتقد أنها من يعني الإشاعة، أولاً ترويج الكاذب الذي مارسوه لإسقاط الدولة والانقضاض على الجمهورية. نحن نعرف الكل تابع أنه لما بدأوا مسيرتهم الشيطانية من الانقلاب على الشرعية والدولة والعملية التوافقية، كان أحد مطالبهم الثلاثة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولم يكن أن هنالك قضايا في مخرجات الحوار معهم، أصلا كانوا مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، واستكملنا مؤتمر الحوار الوطني وهم معنا، وأتى وبعد يعني في 25 يناير 2014 استكمل مؤتمر الحوار الوطني أعماله، نفذوا انقلابهم في 21 مارس نهاية العام، شكلت لجنة صياغة الدستور وكانوا موجودين فيها، شكلت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكانوا موجودين فيها،
قالوا يعني أنه هذه النزاعات تعتبر كاذبة، لا يوجد فعلا نقاط جوهرية، لا يوجد نقاط كان هنالك خلاف عليها. طب الرأي الدولي يعني، لكن ما بعد شوفي هنا انه خرجوا وقالوا نطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ما ان استولوا على العاصمة صنعاء وبدأوا توسعوا الى بقية المحافظات حتى ظهرت حقيقتهم وقالوا خلاص ما فيش مخرجات حوار ولا دولة ولا اي شيء، فقط ولاية فقيه، ويريدون أن يعيدونا إلى العصر الحجري الذي انتهى الناس منه. نعم، هذه الصراعات الداخلية. بالنسبة للموقف الدولي يعني من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ما مدى الدعم الذي تلقته مخرجات الحوار الوطني، وبدأ كذلك التوافق بينها وبين السياسات الخارجية؟ هو طبعاً الكل يعرف أنه مخرجات الحوار أولا هي انطلاقاً من المبادرة الخليجية، هي مبادرة خليجية تم تأييدها من قبل المجتمع الدولي ورعاها المجتمع الدولي، وحتى مخرجات الحوار مؤتمر الحوار الوطني برعاية المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي كان شريك معنا ومراقب على أثناء مؤتمر الحوار الوطني، وما بعد مؤتمر الحوار الوطني كان المجتمع الدولي شريك ومراقب ومنفذ يعني وداعم للتنفيذ، داعم لعملية التنفيذ. وكما تعلمون أنه نحن نتحدث عن وثيقة الحوار كوثيقة يمنية وكأحد وثائق الأمم المتحدة، يعني المجتمع وهي أحد مرجعيات المرحلة التي تنص عليها دائما، ننص عليها نحن شرعية وهذا لا مجال فيه، وتنص عليها القرارات الأممية، يعني قرارات مجلس الأمن، قرارات الجامعة العربية، قرارات مجلس التعاون الخليجي، يعني أقصد مخرجات الحوار الوطني يعني اليوم الكل متمسك بها، نحن كشعب، كحكومة يمنية، كمجتمع، كجوار وإقليم، مجتمع دولي، مجلس أمن، الكل اليوم يتحدث عن مخرجات الحوار الوطني باعتبارها إنجاز يمني خالص رعاه العالم ودعمه، وأصبحت مرجعية من لبناء الدولة اليمنية، ومرجعية للمرحلة السياسية أيضا استكمال المسار السياسي وإنجاز عملية التغيير، وبناء الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون. أستاذ عندما تتحدث عن الحوار الوطني، فأنت يعني مثلما تذكر تتحدث عن مجلس الأمن، تتحدث عن دول التعاون الخليجي وعن يعني عن مسميات كبيرة، ولكن لماذا يوجد بعض الغموض على مخرجات الحوار الوطني؟ المواطن البسيط أو المواطن العادي ليس ملم بهذه المخرجات، نريد أن نعرف السبب. هو أنتم تعرفون ما بعد مؤتمر الحوار الوطني بدأنا نحن في الأمانة العامة في حين بحملات توعوية واسعة، لكن يقال أن هذه الحملات التوعوية كانت يعني فئوية، ورشات عمل فئوية، يعني لم تنزل إلى جميع شرائح المجتمع، جميع شرائح المواطنين، وأعلمتهم بما هي مخرجات الحوار الوطني. ولذلك نحن استأنفنا منذ بداية تولي لهذا العمل، استأنفنا العمل على التوعية ورفع وعي المجتمع بمخرجات الحوار الوطني، يعني وأنتم جزء اليوم، أنتم في الإعلام جزء من هذه الحملة التي نقوم بها اليوم، دوركم أيضا أن تعملوا معنا على تحويل هذه المخرجات إلى برامج في إطار الفضائيات. نحن لدينا موجهات ومقترحات وزعت عليكم في مؤسسة الإعلام المختلفة، في القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وكذلك مواقع وكذلك الإذاعات، لكي تسهموا معنا في تحويل هذه المخرجات إلى مواد مبسطة للمواطن، يعني سواء في فلاشات تلفزيونية، في تقارير تلفزيونية. نحن بدورنا كما قمنا في المرحلة الماضية بدورات توعوية على المستوى الميداني، لدينا أيضا خلال هذه المرحلة العام الماضي في 2017 نفذنا فقط في إقليمي عدن وحضرموت 79 ورشة عمل نزلت إلى كل المديريات الجلوس مع الناس. ايضا قمنا بالكثير من الفعاليات فيما يتعلق بالحملات الاعلاميه على مواقع التواصل الاجتماعي كفلاشات، كمواد ونصوص، نشر وثيقه الحوار، نشر وثيقه الحوار الوطني ايضا خلال هذه المرحله. هذا العام، العام الماضي كانت البدايه لعوده للتوعيه بمخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذ المخرجات. هذا العام سيكون لدينا الكثير من البرامج المتعلقة بتوعية المجتمع. لدينا أيضا هذا العام نحاول تبسيط فكرة مخرجات الحوار الوطني وتحويلها إلى مجموعة من الأدلة التدريبية التي من خلالها نستطيع أن نوعي المجتمع ونرفع وعيه بها. أيضا برامج التوعية المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني لمختلف شرائح المجتمع، للأرياف، لغيرها، هنالك الكثير من البرامج التي سننفذها خلال هذا العام.
اليوم دورنا جميعا ودور المواطن ايضا ان يطلع وان يتعرف على هذه المخرجات. اليوم ايضا كما ذكرتي انت الفئويه لدينا البرنامج الوطني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذا البرنامج ينقسم الى شقين، شق متعلق بمؤسسات الدوله وشق متعلق بالمجتمع. نعم. جزء منه توعيه وجزء من اشراك المجتمع في وضع برامج التنفيذ من اجل يشعر المجتمع بالملكيه لهذا المشروع وانه ساهم في وضع برامج التنفيذ، وكذلك تسهل عليه عمليه المراقبه. واليوم كما نذكر نحن دائما مخرجات الحوار الوطني ليست فقط مسؤوليه الدوله فقط، وانما مسؤوليه المواطن ايضا لانها ملكيتنا، لانها ملكيه المجتمع اليوم، ملكيه الشعب بمختلف فئاته وتوجهاته. ولذلك نحرص جميعا على معرفتها، نحرص جميعا على الاسهام في تنفيذها، نحرص جميعا على دعم تنفيذها، نحرص جميعا على الرقابه على مؤسسات الدوله في عمليه التنفيذ. نعم، في رايكم سياده الوزير يعني مخرجات الحوار الوطني في ظل هذه الاوضاع والصراعات الداخليه التي تعيشها اليمن شمالا وجنوبا، وبعض الاصوات التي بدات تتعالى يعني ايضا في الجنوب، الانقلاب على الشرعيه وما الى ذلك، هل ممكن ان يدرك المواطن او ان تصبح لديه يعني ممكن هذه البرامج وهذه التوعيه التي تحدثون عنها هل يمكن ان تجد ثمارها؟ اكيد. يعني هو اصلا نحن اولا لا يوجد الا مشروع واحد لليمن، هو مشروع مخرجات الحوار الوطني الشامل. يعني هذا هو المشروع الذي هو ضمان لنا جميعا، هو مشروع الحاضر وهو مشروع المستقبل، هو المشروع اليوم الذي يشعر الناس فيه بالامان والاطمئنان. لا خلاف على المشروع لا يوجد معالي الوزير، ولكن هل الحكومه لديها المقدره على ان تنفذ مخرجات الحوار الوطني في ظل هذه الظروف؟ هو خلينا دعينا نعود الى السؤال الاول حتى نكمله، بعدين ننتقل الى السؤال الاخر. هذا هو كان سؤالي. أيوه، بالضبط. هو يعني لما نتحدث عن هذا المشروع كل ستجدي ان اي مشاريع اخرى لا هي ليست مشاريع، وانما هي يا إما مشاريع فوضى مثل الانقلاب، مشاريع عنف، المشروع الوطني اليوم الذي يتمسك به الناس. ونحن نقول حتى المجتمع الدولي اليوم يقول انه اليمن ليست كغيرها من البلدان فيما التي حصلت فيها صراع فيها اولا ثورات الربيع العربي او صراعات ما بعد ثوره الربيع العربي ومحاوله الانتفاض على الثوره. اليمن توافق الناس فيه على مشروع، لديهم مرجعيه، اليمنيون حريصون على تنفيذها، المجتمع الاقليمي يدعمها، المجتمع الدولي يدعمها، ولذلك اليوم لدينا المخرج. اليوم هدفنا جميعا انهاء هذا الانقلاب، استعاده مؤسسات الدوله بشكل كامل، بسط الشرعيه سيطرتها على كافه التراب الوطن، استئناف العملية السياسية لاستفتاء على الدستور، بناء المؤسسات الدستورية وفقا للدستور الجديد، والبدء بالدولة الاتحادية. ونحن نعمل حريصون أيضا هذه الفترة على التأسيس وبدء التنسيق فيما يتعلق بإنشاء الأقاليم وتدشين الأقاليم بشكل رسمي، يعني حتى نهيئ لعملية للانتقال إلى الكامل للدولة الاتحادية وفقا للدستور الجديد وفقا لمخرجات الحوار الوطني. أنا كما ذكرت الحكومة يعني وأنت كما ذكرتي في سؤالك، الحكومة اليوم قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ليس فقط لأنها تحمل هذا المشروع، لا، لأن هذا الشعب هو الحامل لهذا المشروع، ونحن كحكومة نحمل ما يحمله هذا الشعب باعتبارها الممثلة للشعب اليمني. ما يطلبه هذا الشعب، الشعب اليوم يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكما تشاهدون اليوم في حملتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والصور التي انتشرت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تطالب مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. نحن اليوم الحكومة معنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تنفيذا لرغبة هذا الشعب وتطلعاته في إنشاء يمن جديد يحقق العدالة والمواطنة والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة. سيادة الوزير، أهم التحديات وأبرزها التي تواجهكم لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المرحلة القادمة؟ في الحقيقة التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه الدولة ويواجه اليمنيون بشكل عام هو هذا الانقلاب المشؤوم والميليشيات المسلحة الحوثية التي ما زالت تعيث في الأرض. فساد التحدي الأكبر اليوم هو أن 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 نكون جميعا يدا واحدة مع الشرعية في استكمال إنهاء هذا الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هنالك تحديات كثيرة أخرى على مستوى الجانب المالي، على مستوى الجانب الإشكالات أحيانا بين الحين والآخر فيما يتعلق بالتوعية بمخرجات الحوار الوطني أو الانتقال في المحافظات، إقامة ورش العمل،
يعني اليوم هنالك يعني الكثير من الشباب اليوم يعملون معنا متطوعين وبروح كبيرة، ويعني أحيانا حتى يعني بجهود بدون مقابل. الكل اليوم يتطلع أصلا لبناء اليمن الجديد، يتطلع لأن يعيش بحياة كريمة آمنة. هنالك تحديات كثيرة، لكن ستظل هذه التحديات تواجهنا في كل حين وآخر. ينبغي جميعا علينا أن نكون على قدر عزيمة وإرادة هذا الشعب في مواجهة هذه التحديات لبناء اليمن الاتحادي الجديد. سنعيش جميعا يعني حتى تبنى هذه الدولة الاتحادية، سيعيش فيها أبناءنا بأمان. لابد أن نظل متحلين دائما بالأمل، أن تكون عزيمتنا قوية لبناء اليمن الاتحادي الجديد، حتى ينعم أبناء اليمن بالأمن والاستقرار، ويأتي أبناؤنا من بعدنا يعيشون حياة كريمة بإذن الله. نعم، قبل فترة ليست ببعيدة سمعنا عن قرار إما أصدره أو لم يصدره بعد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي بخصوص إعفاء عام على كل المعارضين أو الأشخاص الذين ساندوا الإنقلابيين. يعني نريدك أن تحدثنا عن هذا الموضوع. هو الحديث دائما الشرعية يوميا تتحدث بهذا، إنه من كان في فترة مع الانقلاب وعاد إلى رشده وانضم إلى الشرعية، ما لم يكن قد أصاب جرما بحق مواطن أو قتل نفس أو قضايا جنائية، فأهلا وسهلا به في الشرعية، لكن تحت لواء الشرعية وتحت مظلة الشرعية في مواجهة هذا الانقلاب. لا توجد أي مظلة أخرى في مواجهة هذا الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية إلا مظلة الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي. كل من ينضم اليوم، كلنا يمنيون، من يعود اليوم تحت لواء الشرعية لمواجهة هذا الانقلاب، أهلا وسهلا به. لكن لا يمكن من كان عليه دم أو جريمة في حق مواطن، في حق إنسان، هنالك قضاء ينبغي أن يأخذ مجراه في كل من ارتكب جرائم في حق أبناء الشعب اليمني. نعم، معالي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الأستاذ ياسر الرعيني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. المعرض العلمي الأول بعدن للاختراع والإبداع، بادرة أمل عنوانها بالعلم ننهض بالوطن. المعرض الوطني للاختراع والإبداع والابتكار الذي احتضنته العاصمة المؤقتة عدن لم يكن مجرد تقليد سنوي لنشاط جامعي، بل حدث علمي لمواهب طلابية لطالما عانت من الخذلان وتحطمت أحلامها بسبب الإهمال. مواهب طلابية من محافظات مختلفة تحاول من خلال هذا المعرض لفت الأنظار إلى أهمية هذه الاختراعات وإعادة الاعتبار للطلاب المتفوقين أو ما بات يطلق عليهم تسمية المبتكر الصغير. يعمل عليها الطلبة بجد وتفان، هي بالنسبة لهم ثمرة سنوات طويلة من التحصيل العلمي والنافذة التي يلجون من خلالها إلى المستقبل المنشود، ولربما تجد من يتبناها فتغدو واقعا ملموسا والحلم يصبح حقيقة. وثلاثين إبداع واختراع في المجالات الهندسية والصيدلانية والصناعية والبيئية وفي الطاقة المتجددة والبديلة، هي بحاجة أولاً إلى الإيمان بأهميتها وثانياً دعمها بشكل كاف ليتم توظيفها في خدمة ومصلحة المجتمع.
هنا ملكات الإبداع تحكي براءات اختراع تؤهل الشباب اليمني للمنافسة في المحافل العربية والدولية، وتثبت مدى تفوقه العلمي ووعيه المعرفي. بالاختراعات والإبداعات يحاول هؤلاء الشباب استعراض مهاراتهم العلمية، نقلها من مواقع الفكرة المختصرة محدودة الظهور إلى نطاق عام واسع. تجسد هذه الاختراعات ما يمتلكه أبناء الوطن من إمكانيات وقدرات ممتلئة بالإحساس والمسؤولية المجتمعية، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات وشرائح المجتمع دون استثناء. إنها لوحة استعراضية فريدة يجسدها شباب واعد متطلع إلى غد مشرق تسمو فيه لغة العلم في سماء المعالي. ينبذ العنف ويكره الطائفية والعنصرية، تميز بأشعاره السياسية والوطنية، شاعر تراب الوطن الشاعر عباس ناصر مسعود. في تسعينيات القرن الماضي ابتدأ عباس ناصر مسعود الزامكي كتابته للشعر، ونمت موهبته الشعرية مع مرور الأعوام ليغدو اليوم من كبار شعراء مدينة عدن. ليت آهاتي تهدأ في صدرك تئن، كنت بطلق من صنعة وتوصل لعدن، يسمعوها في السفوح والأسى منها يفوح، ليت والآهات تشفي كل أوجاع الوطن. يا حبيبة يا يمن، العربي شاعر منذ ميلاده إلى أن يثبت العكس، فالشاعر منذ الميلاد يكون منذ يوم ولادته، لكن تسقله بعض الظروف الاجتماعية اللي حوله، الاقتصادية السياسية، تخلق منه يبدأ يعبر عن ما يدور في مكنونه أو داخله. فأنا بداياتي يعني في منتصف التسعينيات، لكن البداية الحقيقية كانت في 2003، بدأت بالنشر، بدأت بالشعر الغنائي، يعني بدأت الأغاني الفنانين تعاملت معاهم، يعني الظهور الحقيقي. لكن في البدايات في كتابات ما ظهرت، لا زالت حتى اللحظة لم تظهر، كتبناها في السذاجات الأولى نقول. المعاناة هي في العادة من تدفع الشاعر إلى كتابة القصيدة، ومعاناة الشاعر عباس كان منبعها الشعور بآلام الوطن وحاجته للسلام، فكتب قصائد في الشعر السياسي يناجي من خلالها حب الوطن ودرء الحروب. ما يدفع الشاعر للكتابة هي المعاناة مع اختلاف دافعها. اللي يكتب الشعر العاطفي الغزلي تكون عنده معاناة عاطفية، أو يرى غيره يعاني عاطفيا فيكتب عنه، أو يكتب عن ذاته إذا هو الذي يعاني، والبعض معاناته اجتماعية يكتب عن أوضاعه الاجتماعية وعن أوضاع غيره. أنا أعبر عن معاناتي من الأنظمة الموجودة هذه المفترئة لم تحقق شيء، فلا تجدني أكتب، لكن يتضمن شعري السياسي معاناة اجتماعية للناس، لكن سببها سياسي طبعا، سبب معاناة هؤلاء اللي نكتب عنهم سياسي في الأخير. أذوق من غزان المر، اشهد لي سفوح العرب.
تشهد لي سفوح العر اني ما قبلت العار ما قبلت العار. غنت له الكثير من القصائد التي طالب فيها بالنهوض بالوطن، فهو كما يصف نفسه مقاوم بالكلمة الحرة وشاعر تراب الوطن الطاهر. ينظر إلى الأرض، إلى التراب، أنا مع التراب، مع تراب أرضي. متى ما شعرت أن أرضي تعاني أنا أكتب عنها. الجنوب عانى، كتبت عن الجنوب. في 2015 تغيرت المعادلة، اختلفت. اليمن كله عانى، اليمن كله سقط في وحل العنف والصراع السياسي العسكري المذهبي. يعني تخلينا عن، مش تخلينا نهائيا، ولكن جنبنا فكرة الانفصال شوية، أجلناها إلى أن يحل التناقض الرئيسي الموجود الآن. مجرد ما يحل ستطرح كل القضايا، بما في قضية الأخوة الذين نزلوا من الكهوف إلى صنعاء وأرادوا أن يحلوا قضاياهم بالسلاح. فما حد شي يحتار، لا بالعكس، أنا كتبت عن الجنوب عندما كان الجنوب يئن، واليوم أكتب عن اليمن عندما رأيت اليمن تئن أيضا ومحتاجة أن أكتب عنها. له موقف مناهض للمذهبية والطائفية، وعبر عن ذلك في الكثير من القصائد، فالناس في نظر عباس ناصر سواسية، والشاعر حر طليق لا يجوز له تسيير شعره بحسب المصلحة. إذا أخذت الشعر كمتاجرة بيع، أنت تبيع كلماتك لتيار معين، جهة معينة، فئة معينة، على الشعر السلام يعني. أما إذا ظليت متمسك بمبادئك وقيمك وهذا، فأنت تحمي نفسك وتحمي الشعر وتحمي المجتمع. يعني الشعر أصبح أنواع، في شاعر محترم وفي شاعر غير محترم، في فنان محترم مغني وفي فنان غير محترم، عملية متاجرة وكأنها في بورصة. لكن بيظل الشعر الصادق هو الأقوى وهو الأفضل. عودة عصافير السلام ترفرف في سماء اليمن السعيد، ونبذ مظاهر العنف والعنصرية هي بعض من أمنيات يرجو الشاعر عباس ناصر أن تتحقق، ويرى بأن تضافر الجهود للخروج بالبلاد من ظلمة الحرب هي أولوية كي نحيا في نور الاستقرار ودفء الأمن. ما قبل 90 يعني مختلف عن ما بعد 90، وأنا لا أحمل الوحدة كمشروع، الوحدة كمشروع عظيم، لكن أنا أحمل القائمين على هذا المشروع. من سابق، من قبل 90، إذا ما نظرنا إلى الشطر الجنوبي من اليمن والشطر الشمالي، كان الشعر والأدب والمسرح والثقافة بشكل عام والرياضة كان لها اهتمام من الدولة، كانت يعني ويد الدولة قابضة على كل شيء. أنت لديك خطط معينة في فترات معينة، خطة ثلاثية، خماسية، أنت مجبر أنك تنفذ ما ورد في هذه الخطة وما تنتقصش منها. بالعكس، أنت إذا عندك إضافات إلى هذه الخطة تضيف تضيف تضيف. فلهذا ازدهرت الثقافة في عدن بشكل عام، سواء كان في الأدب، في الشعر، في المسرح، في فترة الثمانينيات بالذات، تحديدا من 80 إلى 86 فصلتنا حرب 13 يناير على الاستمرارية، ولا يمكن كنا وصلنا إلى مراتب. نحن كانت لنا مشاركات من قبل عالمية، إقليمية، عربية. الآن أصبح وجود اليمن شبه مخفي، غير موجود للأسف، لما ما فيش اهتمام، وكأنه لا نريد أن نتهم جزافا، ولكن وكأنه كان هذا الشيء مبرمج ممنهج. ضرب الثقافة في هذا البلد يعني بأدوات من داخل البلد نفسها، في فئة موجودة، مش في الثقافة بس، في فئة موجودة في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد، في الرياضة. هذه الفئة وكأنها مسلطة عليك، تجعل بينك وبين وطنك حاجز، أو تريدك أن تغادر الوطن. لكن مثل ما قال محمد الماغوط، إذا قادرت الوطن، أنا الوطن نفسه ما بيغادرني، أنا أريد الكل أن يظل متماسك ولا ينهار ويصمد على قدر ما يستطيع، ويثق في نفسه ولا ينتظر من الدولة هذه أن تقدم شيء. أعمل ذاتيا، حاول أن تكمل ما أنقصه النظام.
إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.